الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم عائلة الشهيد علي فتاح أقدم الشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المشاركين والمتضامنين مع المعتقل أخي وشقيقي وحبيبي قاسم عجاب، وإلى كل من تضامن معه عبر التليفون أو عبر التواصل. قاسم بداح الذي لم يدخر جهدا في المساهمة بنضال هذا الشعب، ونحن كعائلة الشهيد مجددين العهد مع هذا الشعب على الاستمرار حتى خروج آخر المعتقلين. وكما كان نهج المعتقل قاسم بداح مع رابطة عوائل الشهداء نهجا علميا وحدويا، سنكون جميعا سنيين وحدويين حتى بلوغ النص، رافضين كل فرقة وشتات. ختاما أسأل الله الفرج إلى حبيبي وأخي قاسم بداح وإلى جميع المعتقلين، إنه مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.